السلام عليكم. المادة بصفة عامة ممكن تكون على الحالة الصلبة ولا الحالة السائلة ولا الحالة الغازية. دابا إلا خدينا غاز معين وسخناه بزاف وعرضناه لشحن كهربائية قوية جدا، الذرات ديال هذاك الغاز ممكن تنفصل عليها الإلكترونات، بالتالي كتوقع ظاهرة التأين للغاز. هذا الغاز المتأين عنده خصائص مختلفة مقارنة مع الغاز الأصلي، وبما أنه عنده خصائص مختلفة على الغاز الأصلي فحنا كنتكلموا على واحد الحالة جديدة ديال المادة واللي هي البلازما. البلازما هي واحد الخليط اللي فيه إلكترونات اللي ما مرتبطاش بحتى شي ذرة، وفيها كذلك نواة ديال الذرات اللي ينفصلوا عليهم الكترونات. هاد الالكترونات الحره اللي كاينين في البلازما كيعطيوها واحد الخاصيه مهمه جدا اللي هي خاصيه الموصليه، اي ان البلازما هي موصل كهربائي جيد، اي ان التيار الكهربائي كيدوز في البلازما مقارنه مع الغاز. على الارض البلازما كتكون قليله بزاف، ولكن كتكون في الطبيعه على ثلاثه ديال الحالات، نقدروا نشوفوها في العافيه، ولا نقدروا نشوفوها في البرق، ولا نقدروا نشوفوها في الشفق القطبي. ومع ذلك اذا كانت البلازما قليله بزاف في الارض فان النسبه ديالها في الكون كتوصل حتى 99%، وكتكون على شكل كرات مضيئه اللي كتضوي السماء ديالنا كل ليل. طبيعه الحال هي النجوم اللي هي بمثابه كرات غازيه كبيره ولا كرات ديال البلازما.